حبايبي جريت فور. يعني ايه بقى لما يقول لي كلمه استيميت او يقول لي كلمه راوند؟ بس المره دي كمان عرفني انا في درس الايه. وهو قال لي نيلست ايه. اسمع بقى الجديد كمان، ان انا هلعب في كلمه صم. يعني ايه صم حبيبي؟ هعمل بلس. برافو عليك، وهعمل بلس. ايوه كده، نسمع وبنقول بالراحه. يبقى انا سؤالي هلاقي كلمه بلس. وادي تو نمبرز. لما اقول لك حبيبي استميت تو نيرست 10، تروح جاي للراجل ده وتعمل له راوند تو نيرست 10. مين عايز بقى يلعب؟ الله، هو الدرس ده خدناه؟ حبيبي يلا بقى اعمل لي 19 تو نيرست 10. مين عايز يقول؟ او نسيو. قول يا استاذ عمر. الوان في بيت التنس. برافو. اروح لمين؟ للناين. مور فايف ولا ليس فايف؟ برافو عليك. طلعت ايه؟ مور فايف. يبقى تدي ولا ما تديش؟ تدي. يبقى تدي الراجل ده 1. فالراجل ده هيبقى كام؟ 20. اصل الناين هتدي وكنسلها وبوت زيرو، مش كده؟ تعالى بقى يلا نلعب مع الراجل ده كمان مره. اتفضل حبيبي. التنس 3 ما العبش معاه. اروح على اليمين اللي على الرايت. التو طلعت ايه؟ وطالما لسه نعمل ايه؟ لازم تعمل كده. يبقى هنا كام؟ اهدوا بقى، اقعد حبيبي. الله. طب بعد ما عملت كده هنعمل ايه؟ بلس. بالراحة. الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. فينيش اوف. طب انت فاكر دول زمان كان ممكن تعمل لهم بلس؟ الله. برضه الوانس مع الوانس. 9 بلس 2 9 في المايند افتر 9 10 11 1 كاري 1 1 بلس 1 2 بلس 3 تبقى 5. اكيد هيبقى في ديفرنس. ايوه في اختلاف.